تانية. لكل مجتمع منظومة قيم وملامح وهوية خاصة بيه، هي اللي بتميزه عن المجتمعات الأخرى، وهي اللي بتحمي كتير قوي من يعني تفاصيل لحياته اليومية للمواطنين اللي عايشين فيه. لكن يبدو أنه لما بيبقى فيه عطب وبيبقى فيه أي فساد بيحصل لهذه المنظومة، سواء خاصة بالهوية أو القيم أو المبادئ، المجتمع كله بيتدمر. إيه أسباب الدمار اللي ممكن يحصل في هوية ومبادئ وقيم أي مجتمع؟ هل هي أسباب اقتصادية ولا أسباب سياسية ولا خليط من هذه الأسباب كلها على بعضها؟ وإيه مصير المجتمع اللي ممكن يحصل له هذا الدمار لقيمه ومبادئه وهويته؟ هو ده موضوع حوارنا التالي مع مؤسسة اهتمت بتنمية هذا الجانب بشكل خاص، جانب الهوية والقيم والمبادئ، هي مؤسسة هويتنا تخطيط وبناء القيم. وحوارنا التالي هيكون لإلقاء الضوء على عمل هذه المؤسسة. صباح الخير، معنا الدكتور إبراهيم الدين مدير عام المؤسسة. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. يعني أكيد المشاهد اللي بيتفرج علينا دلوقتي عايز يعرف يعني إيه مؤسسة هويتي لتخطيط وبناء القيم. الاسم محتاج تفسير وتبسيط شوية. في البداية الأول محمد لازم نأكد هنا على يعني إيه هي الهوية. هي الهوية هي هوية الفرد أو هوية المجتمع، هي مجموعة القيم والأعراف والتقاليد التي يتبناها، وهي دي اللي بتنتج سلوكه، اللي بتتحكم في مفاهيمه ومشاعره وأقواله وأفعاله وإنجازاته على الأرض الواقع. على سبيل المثال لما إحنا كمجتمع مثلا بنتمسك بقيمة الاحترام، يبقى بنتمسك بهويتنا، بنتمسك بقيمنا. قيمة الاحترام كأحد مكونات منظومة القيم، قيمة الاحترام اللي احنا بنحترم أفكار بعض، بنحترم أشخاص، بنحترم الأشخاص، بنحترم القوانين والمبادئ، ومن ثم السلوك بتاعنا بيتطور على أرض الواقع وبيتحول إلى حالة من التعاون والتكامل ما بين أفراد المجتمع. برضو لما بنتمسك بقيمة العمل والإنتاج، فإيه اللي بيحصل؟ الدور الوظيفي للهوية أو الدور الوظيفي للقيم، ثلاث أشياء أساسية. قبل ما نوضح بس إيه هو مفهوم تخطيط الهوية، الهوية والقيم لها ثلاث أدوار وظيفية مهمة جدا. أول حاجة إنها بتطور وتجود وتحسن السلوك البشري بتاع الإنسان والفرد والمجتمع. تاني حاجة إنها بتحشد المجتمع على مجموعة من المرجعيات والمبادئ اللي إحنا بنتفق عليها، فبتؤدي إلى تخفيف حدة التوتر بين أفراد المجتمع وزيادة التفاهم والحب والتعاون والتكامل بينهم. النقطة الثالثة إن هي محفزة للإنسان على العمل والإنتاج. يعني إيه تخطيط القيم أو مؤسستنا شغالة في إيه، أو يعني إيه تخطيط القيم؟ إن إحنا بنرصد السلوك المجتمعي ونشوفه إيه المشاكل اللي موجودة فيه، العيوب اللي موجودة فيه، ونقوم نحدد نصف منظومة قيم، نختار مجموعة من القيم اللي هي اللي المجتمع محتاجها، ونبدأ نعمل لها نصفها في منظومة ونحددهم كام قيمة، 7 قيم 8 قيم، ونصفهم في منظومة يعني حسب الأولويات، ونعمل لهم دليل سلوكي، ونبدأ نمكنهم داخل المجتمع بالوسائل الإعلام ووسائل التربية المختلفة. يبقى عملية تخطيط القيم هي عملية بالضبط علاج لواقع مجتمع موجود، عشان نطور هذا السلوك ونحفزه ونرجوه في اتجاه معين، أو عملية إدارة للسلوك البشري، إدارة وتطوير للسلوك البشري. أنا أقول لحضرتك يعني زي ما بنحمل بنعمل تحليل دم عشان نشوف الجسم المريض بإيه أو في إيه بالضبط، برضو إحنا بنعمل من خلال مرصد بنعمل عملية تحليل لقيم وسلوك المجتمع عشان نشوف ايه المشاكل بتاعته. انا هديك بس مثال صغير يا احمد ومنى، اديكم مثال صغير على الواقع المجتمعي بتاعنا، ونشوف ان احنا هل احنا في حالتنا المصرية بنعاني من مشاكل في القيم والهوية ولا لا. يعني على سبيل المثال، اولا احنا مجتمعنا المصري كانت طبيعته، المجتمع المصري انا بسميه كده المجتمع المصري العظيم، لانه عظيم فعلا، لان هذا المجتمع يعني ضارب في له عمق حضاري كبير جدا، من اقدم شعوب الارض، يعني له انجازاته الحضاريه واسهاماته الحضاريه الكبيره جدا، فهو فعلا شعب عظيم بالمقاييس العالميه، نحن شعب عظيم. هذا الشعب العظيم كان بيتميز بقيمه الجديه، كانت الطبيعي بتاعنا، قيمه المروءه والشهامه، قيمه الرجوله، قيمه العمل والانتاج، قيمه احترام وتقدير قيمه المراه. في حاجات من دي بنسميها منظومه القيم الحاكمه، دي كانت بتحكم السلوك المجتمعي. ايه اللي ادى بقى التغيير ده؟ حصل عمليه تغيير، يعني ادى الى ذلك. الاول بس هوضح،
ان حصل تغيير في هذه المنظومه، حصل تغيير كبير بدليل ان احنا بنجد حاله التوتر اللي موجوده ما بين فئات المجتمع الان، بنشوف في مجال المراه في تحرش، بنشوف ارتفاع معدل الجريمه الى اخره. السبب في كده عده اسباب. اول حاجه ان احنا من بعد ثوره يوليو ومن بعد التحرر حتى الان لا نمتلك مشروعا ثقافيا محددا. لابد يكون عندنا مشروع قومي للقيم والهويه. يعني الدوله نفسها بتحدد هويه المجتمع، بتقول والله في عندنا 7-8 قيم هي الشخصيه المصريه او الهويه المصريه، بتساوي عمل وانتاج، حب العلم، الاحترام المتبادل، قيمه المواطنه. النقطه الثانيه، في سبب ثاني مهم بقى، ده على مستوى الدوله ككل. ثاني حاجه، ضعف مستوى التربيه، ضعف مستوى التربيه، منظومه التربيه هي دي الازمه الحقيقيه. ده الشيء الاساسي. يعني اصل ما حدش يعني بيتربى على انه شهم او 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 عنده ضمير في الشغل او كده، عشان الدوله بتقول انت لازم تبقى شهم او يعني يبقى في مشروع البيت. وبعدين برضو دي فكره برضو انا مش قادره افهمها، يعني البيت كمان. البيت ممكن يكون مربي، يعني قد يعني الولد متربي في بيئه مش فاسده ولا حاجه، ومع ذلك بيعمل سلوكيات فاسده. ايه السبب؟ ايه السبب هنا؟ أولاً عملية مسؤولية بناء القيم دي مسؤولية الدولة، مسؤولية تكاملية من كافة أجهزة الدولة. في 6 وزارات على مستوى العالم معروف إن اسمهم وزارات بناء الإنسان، اللي هي وزارة التربية والتعليم، وزارة الثقافة، وزارة الإعلام، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الشباب. في الدول الإسلامية عندنا حاجة اسمها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أو الشؤون الإسلامية. كل ده هو ده اللي معني ببناء الإنسان وتطوير سلوكه البشري وبناء القيم. في الأسرة بتؤدي دور، لكن المجتمع كله بيؤدي ادوار اساسيه. يعني تقصد حضرتك ان مفيش تكامل بين هذه المؤسسات؟ المفروض ان يبقى عندنا مشروع قومي ومشروع ثقافي للهويه، بيبقى كل هذه الوزارات بتتجه في اتجاه واحد. السبب هنا بتسالنا عن السبب، بتقول لي ايه السبب؟ اقول لحضرتك السبب خلال ال10 سنوات من خلال دراسات احنا قمنا بها. اولا السبب الرئيسي او اللي هو العنصر الرئيسي هو دور الاعلام، الاجهزه الثقافيه والاعلام. خاصة الدراما والسينما المصرية لها دور كبير جدا جدا في تفكيك العديد من القيم المصرية. أنا أديك مثال على سبيل المثال، لما يجي في أفلام مثلا، أنا أديك مثال عشان يكون مثال محدد، لما يجي مثلا في فيلم زي بتاع خيانة مشروعة، أنا هنا بناقش فيلم بناقش أشخاص، وهذا الفيلم على مدار الفيلم كله يمسك كل النماذج اللي جابها للمرأة نماذج سيئة جدا. هذا الكلام يتجسد في واقع الشباب ان المرأة هي دي، فيبقى طبيعي جدا عنده تهون عنده قيمة المرأة. احنا تربينا في بيوتنا، تربينا في البيوت على احترام وقدسية مكانة المرأة وقيمة المرأة. لما يشوف فيلم واثنين وثلاثة ومسلسل وتقدم له المرأة بصورة سيئة جدا، ما فيش مرأة واحدة في الحلم في الفيلم كله انسانة محترمة قيمة. يعني حضرتك تقصد ايه؟ بس حضرتك استاذ محمد، استاذ احمد هنا جزئية، فيقوم ايه اللي يحصل؟ يترصد بتكرار الدراما الصورة الذهنية، فيقوم يخرج في المجتمع يتحرش، يبقى عنده صورة سلبية ان دي انسانة مش كويسة ايا كان. يمكن ابسط مثال على كده مسرحية مدرسة المشاغبين واللي حدثته في تغيير النظرة للمعلم وما حدث بعد ذلك من الأجيال اللي شهدت المسرحية والتالي. كلام جميل جدا. طبعا مدرسة المشاغبين لها دور كبير جدا في إهدار قيمة المعلم، في إهدار قيمة التعليم والبحث العلمي والاهتمام بالعلم، وكمان في إهدار لقيمة الأب. أيوة، بس الأفلام يعني في النهاية لما بتقدم صورة سلبية للمرأة زي ما حضرتك بتقول، بتقدمها برضو في قالب درامي، وبتبقى المرأة ليها شكل كده محفوظ في الأفلام إنه إيه الصورة السلبية للمرأة وشكلها عامل إزاي. لكن إيه اللي يخلي واحد ينزل يتحرش بست شكلها عادي جدا، وأحيانا بتكون في سن والدته مثلا؟ يعني إيه يعني لا، دي في خلل حصل في عقلية البني آدم المصري، يعني في حاجة حصلت. يعني اللي حصل أقول لحضرتك دلوقتي، في حالة عشوائية فيما يقدم للشعب المصري من خلال الدراما ومن خلال المسلسلات والأفلام إلى آخره، ومن خلال الثقافة برضه والأدب، في حالة عشوائية، ما فيش أهداف محددة. فإيه اللي بيحصل؟ بيحكم إنتاج هذه الأشياء أسباب أخرى أو منافع مادية، أي أسباب أخرى. بالإضافة إلى إن إحنا ما عندناش مشروع ثقافي، إيه اللي حاصل؟ عاملين زي الكوب الفارغ، عارف حضرتك الكوب الفارغ، هذا الكوب لابد أن يمتلئ، الكوب ده اللي هو حضرتك بتقول العقل والقلب والوجدان بتاع الإنسان المصري. لما إحنا ما عندناش مشروع والدولة مش موجهة في اتجاه معين، فإيه اللي بيحصل؟ نحن عرضة للغزو الثقافي اللي جاي لنا من بره. فإيه اللي بيحصل؟ القيم اللي عندنا الأساسية بتتفكك لصالح قيم أخرى. على سبيل المثال،
انا لما يكون عندي ومتربيين في بيوتنا زي ما تربينا كلنا في بيوتنا على قيمه الامانه والمحافظه على المال العام الى اخره، لما يقوم يجي في الافلام والمسلسلات والدراما وكذا وكذا ويلح عليه مره واثنين وثلاثه وعشره وعشرين، الا الانسان المرتشي ده عايش انسان محترم جدا وعايش كويس. اما الانسان الامين دكتور ابراهيم من كلامك ان حضرتك مركز على الدور السلبي للسينما والدراما وسائل الاعلام، لكن الحقيقه في وجهه نظر ان ده بيبقى بتنقل المشاكل اللي بتحصل في المجتمع بشكل واقعي. وفي نفس الوقت لو حبيت تحط قيود عليها او توضح النماذج الايجابيه ممكن يقول لك ان ده رقابه على الابداع او رقابه على الفن. حضرتك من الناحيه العلميه احنا قلنا احد اهم الاسباب هو الاعلام والدراما الى اخره، لكن في اسباب تانية اللي هي ضعف المستوى التربوي نفسه، ضعف عمليه التربيه عند الاب، ضعف عمليه التربيه داخل المعلم، لان في هنا اشاره ان التحديات والمشاكل الحياتيه المستمره بتتطور، لابد معاها عمليه وسائل وادوات التربيه تتطور. يعني في هنا مقوله سيدنا علي جميل قوي وهرجع لك تاني اللي حضرتك عايزه، ان يقول رب ابنائكم على غير ما ربيتم عليه، اللي هي عمليه التفاوت ما بين الاجيال. بين الاجيال. فمحتاجه ان احنا ان احنا نتحول من ان احنا نأدي التربيه بشكل هو الى شكل احترافي، يبقى في عمليات تدريب، عمليات تثقيف للاباء والمربين عشان يبقى عمليات تربيه. طيب انتوا بتعملوا ده بقى في المؤسسه؟ عشر سنوات احنا دورنا في المؤسسه ايه بقى حضرتك؟ ان احنا اول حاجه بنرصد المشاكل المجتمعيه وبنوصفها قيم، بنقول ان المجتمع المصري غابت عنه قيمه واحد واثنين وثلاثه واربعه، وانتشرت فيها قيم سلبيه، على سبيل المثال يعني قيمه التحرر اللي هو اهدار قيمه المراه، انتشر فيه الرشوه، انتشر فيه الفساد الى اخره. فاحنا دورنا بنوصف نقول القيم اللي مطلوبه ايه في هذه المرحله، والقيم بطبيعتها القيم الايجابيه اللي مطلوب ان احنا ننشرها، واحنا بندرب ونأهل الناس عليها، سواء اذا كان فرد، يعني احنا ممكن بندرب الاباء والامهات، بندرب النادي، يعني لو في عندي نادي قيم، يعني احنا عندنا نادي برشلونه نادي قيم، نادي الاهلي نادي قيم، المؤسسه نفسها كيف تضاهي يعني ايه نادي قيم؟ نادي قيم يعني ايه؟ يعني هذا النادي له منظومه من القيم التي تحكم سلوكه. يعني النادي الاهلي بيتميز، هو نادي القرن اللي هو نادي متميز، ونادي برشلونه لان في منظومه قيم محدده. حضرتك هتجدي في النادي الاهلي ست قيم اساسيه، القيم دي مترجمه، جميع اللي في النادي متربيين عليها، هذه القيم التي تحكم السلوك وتحكم الاداره، ومن ثم هي التي تحفز، اولا ادت الى ان في حاله انضباط كبيره جدا داخل النادي، ادت الى حاله انتماء كبيره جدا للنادي، ادت الى ان في حافزيه وانه يحقق بطولات ويحقق انجازات الى اخره. دي بتيجي منين؟ من ان من مجموعه بيتم تربيه الافراد عليها، بتدمج داخل القوانين اللي بتدير النادي، بتبقى هي سلوك بيدير الايه؟ بيدير النادي. احنا كمان بنخطط للمؤسسه، بنخطط لوزاره الاعلام، بنخطط لوزاره التربيه والتعليم، ايه هي القيم اللي مطلوب انها تدمج عشان تطور السلوك البشري؟ نضرب مثال على كده، على سبيل المثال ماليزيا. ماليزيا كانت تعاني من حاله ترهل كبيره جدا في السلوك. ايه اللي حاصل؟ عايزين نربط بس ما بين السلوك وما بين الحاله الاقتصاديه، انت ذكرتها في الاول وكان سؤال مهم جدا عجبني جدا. انا لما بربي المجتمع على قيمه ان هو ينتج وان يكون عنده انتماء لبلده، فالانتاج هيزود الانتاج وهيبقى في حاله اتقان، الى جانب ان انا حريص على ان انا استهلك حاجه بلدي، بس القيمه دي لما موجوده عندي هقوم هشتري، هنتج وهشتري حاجتي، الميزان التجاري بتاع البلد كله هيتغير. لكن العكس بقى، لما تقدر قيمه الانتاج وتضعف قيمه الانتماء، هروح استورد وهضعف الانتاج بتاعي، فالميزان التجاري بتاعي بي ايه؟ طيب دكتور ابراهيم، يعني هو انت بتتكلم عن قيم المجتمع كله، لكن مؤسسه هويتي اكيد مش هتشتغل لوحدها، اكيد مش هتقدر ان هي تنشر هذه القيم الايجابيه على مستوى مصر كلها. ازاي بتقدروا توصلوا ده؟ يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله كلام حلو جدا، بس كلام نظري، اذا اتطبق عمليا هيبقى في اطار محدود. شكله ازاي يعني انتوا بتعملوا دورات تدريبيه مثلا للناس وفي اي نوع من المؤسسات الناس بتروح لكم، ولا انتوا اللي بتقولها؟ يعني احنا بنعمل ثلاث حاجات. ان احنا بنعمل خطه استشارات، وبنقدم استشارات، وبنعمل خطه، وبندرب الناس عليها. على سبيل المثال احنا دلوقتي بنعد مشروع لوزاره الداخليه، يعني وزاره الداخليه في العهد السابق اصبح لديها في صوره سلبيه او صوره ذهنيه سلبيه عن وزاره الداخليه. الثقافه والعقيده اللي موجوده داخل المجتمع وزاره الداخليه اصبح شبه شيء من الايه؟ من الارتباك، وشيء من مش عايزين نقول فساد، يعني شيء من الضعف والخلل. محتاجين نعيد الثقافه داخل وزاره الداخليه. احنا نفسنا عاملين دراسه اللي هي لماذا حدث لرجل الامن في الشارع المصري؟ ايه الخلل اللي موجود عنده؟ فطلعنا سبع ثمان قيم، دول قيم سلبيه موجوده عنده.
احنا بنعمل خطه بقى ايه هي القيم الايجابيه اللي المفروض تبقى موجوده عند رجل الامن او المعايير المهنيه لرجل الامن المصري حتى يستعيد مكانته ورونقه ويستعيد صورته الذهنيه ويبقى في حاله حب وتكامل ما بينه وما بين المجتمع. ايه اللي بيحصل بقى؟ احنا بنقدم هذه الخطه لوزاره الداخليه وبنحدد منظومه القيم دي ونبدا نعمل عليها برامج تدريبيه ندرب عليها العاملين في مجال الامن على مستوى الرتب المختلفه، بالاضافه احنا بنعد مناهج ومقررات للقيم المهنيه لمنسوب الداخليه وندرسها في كليه الشرطه من سنه اولى لحد سنه رابعه. ما تفتحوش للاجيال الجديده يا دكتور ابراهيم، يعني الاجيال التلاميذ الطلاب ما هو دول المهمين ان احنا نربي فيهم ان هم اولى اعتقد من وزاره الداخليه. انا هنا ضربت لحضرتك المثال بتاع وزاره الداخليه لانه مثال فج قوي. في المقابل احنا ماشيين في مسار ثاني برضه، مشروع اللي احنا دمج القيم الحضاريه في مناهج الدراسيه. يعني احنا بنشوف يعني على سبيل المثال عايزين نزود قيمه الانتماء، قيمه حبنا للبلد، قيمه المواطنه، عايزين نزود قيمه الصدق، قيمه الامانه، قيمه المحافظه على الامن. يعني في تعاون بينه وبين وزاره التربيه والتعليم بالاضافه لموضوع وزاره الداخليه، ما بيننا وما بين كافه الوزارات العامله في مجال بناء الانسان اللي ذكرتهم لحضرتك اللي هم سبع وزارات. يعني ممكن نادي مثلا اي نادي من الانديه، احنا بنشوف في الانديه دلوقتي مشاكل سلوكيه واخلاقيه كثيره جدا. انا دوري ان انا اروح ادرس الواقع السلوكي داخل هذا النادي وابدا اوصف، ابدا احدد المرض وابدا احدد العلاج. واقول لابد ان يكون لهذا النادي اللي هو نادي سين منظومه قيم معينه، ست قيم، ونعمل لهم دليل سلوكي ونبدا ندرب العاملين داخل النادي على هذه القيم بحيث ان احنا في خلال ستة اشهر يبدا يتغير ويتطور ويتحسن السلوك، بالاضافه الى اللي بندمجها في السيستم الاداري والقانوني للنادي. يعني ربنا يوفقكم يا دكتور ابراهيم الديب مدير عام مؤسسه هويتي للتخطيط وبناء القيم، لانه طبعا مهمتكم عصيبه. خليني كنت عايز ابشرك في حاجه انت وانا انت احمد ونبشر الشعب المصري، لان احنا محتاجين فعلا لبشاره، محتاجين نضحك، محتاجين يعني نستبشر بغدا ان شاء الله. يعني انا بقول لحضرتك انا مستبشر خيرا ان شاء الله رب العالمين بالجهد اللي احنا بنبذله وكافه الوزارات العامله في مجال بناء الانسان معانا ان شاء الله، ان باذن الله المواطن المصري العظيم، بقول تاني المواطن المصري العظيم يستعيد قيمه. لما يستعيد قيم الاحترام قيمة المشاكل اللي بنشوفها بين افراد المجتمع دي هتقل، حدة التوتر والصراع ده هتقل خالص. لما نستعيد قيمة العمل والانتاج باذن الله مش هنستخدم الا حاجاتنا ومنتجاتنا المصريه، الميزان التجاري بتاعنا هيتعدل ان شاء الله في خير كبير قادم ان شاء الله رب العالمين، ونستعد مكانتنا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. نفكر بالعناوين.